بسم الله الرحمن الرحيم. طابت اوقاتكم بكل خير، يا رب تكونوا باطيب صحه واحسن حال. ما هو متحور كورونا الجديد EG5 مع تصاعد انتشاره والتحذيرات منه؟ مؤسسات الصحه العالميه والمحليه بتتابع تطور متحور كورونا الجديد EG5 والذي يطلق على اسم ايريس، مع انتشار اخبار عن تزايد حالات الاصابه به حول العالم في الفتره الاخيره واهتمام بمتابعه تاثيره على الصحة. ده اللي هنشوفه في فيديو النهاردة. فضلا اللايك والشير والاشتراك في القناة ومتابعة الفيديو حتى النهاية. اهلا وسهلا بكم. رغم القلق المتزايد من انتشار هذا المتغير الفرعي الجديد، لكن منظمة الصحة العالمية ذكرت انها تقيم مخاطر هذا المتغير الجديد على انها منخفضة على الصحة، وذلك حسب البيانات المتاحة حتى الان. عشان كده ما زال يعتبر الخبراء ان هذا المتحور لا يشكل اي تهديد خطير على الصحة بشكل اكبر من المتحورات الموجودة بالفعل حاليا، ولكن ما زال هناك خوف بالنسبة لبعض الفئات اللي بتعاني من ضعف المناعة، مثل فئة كبار السن، فئة المصابين بالامراض المزمنة المنهكة، وفئة الحوامل. ما هو متحور كورونا الجديد EG5؟ تم اكتشاف هذا المتحور في الصين في شهر فبراير 2023، ويعتبر هذا المتحور ناتج عن متحور أوميكرون الشهير. ويتميز المتحور الأخير ايريس بأنه يستطيع التحايل والتخفي من الأجسام المضادة التي قام الجهاز المناعي بتطويرها تجاه المتحورات السابقة للفيروس، مما نتج عنه زيادة انتشار الحالات المصابة به، ولكن في الغالب بدون أعراض مرضية شديدة. والاعراض لا تختلف عن اعراض COVID-19 المعروفة اللي احنا كلنا عارفينها، زي ارتفاع درجة الحرارة والكحة المستمرة وتغير في حاستي التذوق والشم والتعب والاجهاد العام وسيلان الانف واحتقان الحلق. لكن جدير بالذكر انه بتظل هناك حالة ترقب وخوف ومتابعة للفيروس من قبل مؤسسات الصحة المختلفة حول العالم، خصوصا مع انتشار الفيروس في العديد من الدول. فحتى الآن تم الإبلاغ عن وجوده في 51 دولة، منها الصين والولايات المتحدة وكوريا واليابان وكندا واستراليا وسنغافورة والمملكة المتحدة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا. ومع تزايد حالات الإصابة بالفيروس الجديد EG5 أو ايروس، كان لابد على الجميع أن يسعوا لحماية أنفسهم، ليس أنفسهم فقط ولكن أطفالهم وحماية الآخرين. أوضح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC أن العدوى والفيروس ينتقل من شخص لآخر، وهذه هي أبرز طرق العدوى وتفشي المرض. أولا، الاتصال المباشر مع المريض المصاب بعدوى فيروس كورونا COVID-19 أو EG5، سواء عن طريق السلام بالأيدي أو اللمس. وأوضح مركز السيطرة على الأمراض أن العدوى تنتج عندما يكون الاتصال المباشر بين الشخص المصاب والشخص الآخر على بعد 6 أقدام أو أقل. ايه تاني من طرق العدوى؟ قطرات الجهاز التنفسي او الرذاذ المتطاير من الشخص المصاب، خاصة عند العطس او السعال. وللأسف قد يكون هناك فرصة كبيرة للانتقال العدوى حتى قبل ظهور الاعراض على الشخص المصاب. علشان كده عليك انك تاخد كل الاحتياطات اللازمة عند التعامل مع اي شخص خلال هذه الفترة او خلال فترة تفشي اي متحور جديد. ويفضل ان يكون هناك مسافة امنة بينك وبين الشخص اللي بتتعامل معاه، سواء كان حامل الفيروس او لا، ده اللي تضمن سلامتك، فالوقاية خير من العلاج. في زي ما احنا قلنا في اعراض اولية لفيروس كورونا COVID-19 اوميكرون EG5، زي الحمى وارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس والكحة الجافة اولا، والعطس وسيلان الانف والصداع والالام المتفرقة بالجسم والتي قد يصاحبها قشعريرة. لكن بالنسبة لحالات الاصابة الشديدة والاكثر خطورة، ممكن تدي اعراض زي صعوبة شديدة في التنفس والارتباك الواضح والم وضغط في منطقة الصدر وزرقة في الشفاه والوجه والالتهاب الرئوي. وإذا تطورت الأعراض أكثر فقد تصل مضاعفات لعدة أشياء، منها تليف الرئة والفشل الكلوي الحاد والوفاة. وفي هذا الصدد فإن هناك دراسة بتؤكد أن الأطفال والمراهقون المصابون بكورونا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر.
وده في دراسة لبحث العلاقة بين مرض السكر وكورونا، ده وفقا للجمعية الأمريكية للسكري ADA، وتبع لهذه الدراسة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، فإن الأطفال والمراهقين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أقل والذين أصيبوا بكوفيد-19 هم أكثر عرضة مرتين ونصف أكثر من غيرهم للإصابة بمرض السكري بعد التعافي. وقدر مركز السيطرة على الأمراض CDC حدوث مرض السكر بين المرضى الذين تبلغ أعمارهم أقل من 18 سنة والذين تم تشخيصهم بكوفيد-19 من مجموعات تم إنشاؤها بأثر رجعي. وعندما تم تشخيص مرض السكر للمجموعات وجد أن أكثر من 1000 حالة أصيبوا بالسكري من النوع الأول أو الثاني في المجموعة المصابة بكوفيد-19. ويرجح العلماء هذا الارتباط الملحوظ بين مرض السكر ومرض كورونا الى تأثير كورونا على أنظمة الجسم، فقد يؤدي كورونا الى الإصابة بمرض السكر من خلال الهجوم المباشر على مستقبلات خلايا البنكرياس ACE2 عن طريق ارتفاع السكر في الدم الناتج عن التغيرات في التنسيق الغذائي للجلوكوز الناجم عن العدوى. بالإضافة لذلك فقد يكون كوفيد-19 دور غير مباشر في زيادة خطر الإصابة بمرض السكر من خلال زيادة مؤشر كتلة الجسم المرتبطة بالوباء، وهو عامل من عوامل الخطر لكل من مرض السكر وكورونا. ويوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC يوصي الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية بفحص أعراض مرض السكر لكل الأشخاص اللي بتقل أعمارهم عن 18 سنة والذين لديهم تاريخ من الإصابة بعدوى كورونا، ويمكن ده يفسر إصابة الكثير من الشباب في الفترة السابقة بمرض البول السكري. وبحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بيعتبر المتحور EG5 الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة حاليا، ويمثل أكثر من 17% من الحالات. ولدى المتحور الجديد آيريس قدرة أكبر على نشر العدوى ومراوغة الأجسام المناعية. في 19 يوليو الماضي أضافت منظمة الصحة العالمية متحور EG5 إلى قائمتها للسلالات المتداولة حاليا الخاضعة لمراقبة منظمة الصحة. وطبقا لبيانات منظمة الصحة العالمية فإن اللقاحات التي ثبت فعاليتها في الحماية من سلالة أوميكرون من المتوقع أن تقدم درجة عالية من الحماية من المتغير الفرعي الجديد. ووفقا لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة هناك إصابة واحدة بالمتحور EG5 بين كل 7 إصابات كوفيد-19 رصدت من خلال اختبارات المستشفى. وتعليقا على تشابه الأعراض بين الإصابة بالإنفلونزا الموسمية أو فيروس كورونا، في الوقت الراهن بات من الصعوبة التفرقة بين أعراض المرضين بين الإنفلونزا الموسمية وبين أعراض فيروس كورونا الجديدة EG5 نظرا للتشابه الشديد في الأعراض. ولحسم ذلك يتطلب الأمر إجراء فحوصات معملية والحصول على مسحة من الحلق لتحليلها.